مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا ومتابعه اخباريه تحليليه مفصله لتطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله والحرب الاسرائيليه القمعيه والوحشيه بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، تواصل الانتهاكات والممارسات القمعيه واستهداف للاخضر واليابس، استهداف للمستشفيات والمدارس واستهداف للاطفال والنساء. هذه الحرب دخلت شهرها الثاني، ربما كما يرى البعض من المتابعين والمراقبين والمحللين بأنها تأتي وسط تخاذل المجتمع الدولي، أو أن تحرك المجتمع الدولي لا يرتقي لبشاعة المشهد الإنساني التي يشهدها قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى أزمات واستهداف لأهالينا في الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن تطورات الأوضاع حتى هذه اللحظات وعن الموقف المصري والعربي والإقليمي والدولي مع ضيفي الكريم دكتور محمد العزبي الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا معنا. فندم. نورتنا وشرفتنا وجزيل الشكر على تلبية الدعوة. الله يخليك يا فندم، ميرسي لحضرتك. اهلا بك. اسمح لنا في البدايه نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا التقرير التالي حول تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله والجديد فيما يتعلق بالحرب الاسرائيليه في قطاع غزه من خلال هذا التقرير التالي، ثم نعود اليكم من جديد لبدء النقاش والحوار. باتت السمة الوحيدة داخل مجمع الشفاء الطبي هي الموت، حيث لا يتوافر أي مقومات للحياة بحسب منظمة الصحة العالمية التي طالبت بإخلائه بالكامل. الصحة العالمية التي قادت بعث التقييم إلى المستشفى أعلنت أن المجمع الطبي تحول إلى منطقة موت بعد أن استنفذت به كافة الإمدادات الطبية، مع وجود آثار إطلاق نار وقصف علاوة على مقبرة جماعية في مدخل المستشفى تضم نحو 80 شهيدا. مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعلن أن المنظمة تعكف مع شركائها على وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم، منوها إلى أن نحو 291 مريضا بينهم 32 طفلا و25 عاملا صحيا ما زالوا داخل المستشفى. وفي الوقت الذي تعكف الصحة العالمية والصليب الأحمر لإنقاذ ما تبقى من مرضى الحالات الحرجة والأطفال المحاصرين داخل المستشفى، أعلن مدير مستشفى الشفاء أن 4 من أصل 36 من الأطفال قد استشهدوا. ومع استمرار الاشتباكات والقصف العنيف في محيط المجمع الطبي، أعلنت منظمة بلا حدود أن إحدى قوافلها تعرضت لهجوم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها إجلاء 137 من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي، مسفرا عن استشهاد 2 على الأقل. المستشفى المكلوم تحول من المرفق الطبي الأكبر في غزة إلى هدف عسكري قابع في مرمى مدافع دبابات الجيش الإسرائيلي الذي يتأهب لقصفه، زعما أن حركة حماس تتخذه مخبأ لها، واستباح إخلاء أكثر من 2500 شخص من المستشفى قصرا ما بين مرضى ورضع وطواقم طبية ونازحين لتجبرهم على التوجه نحو الجنوب في رحلة ضبابية نحو مصير غير معلوم. أجدد التحية لحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في هذه المتابعة الإخبارية التحليلية المفصلة الدكتور محمد العزبي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. لك التحية من جديد دكتور محمد. يعني ممارسات وانتهاكات قمعية ووحشية من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستهدافه للمستشفيات والمدارس للأطفال والنساء، يعني جرائم حرب بكل المقاييس وبكل الأعراف الدولية. وكما يرى البعض أيضا أن ربما هذه الممارسات نجد في المقابل يعني مواقف دولية ولكنها لا ترتقي لحجم ولمستوى الكارثة الإنسانية البشعة.
أولا ليس بجديد على إسرائيل استهداف المدنيين ولا استهداف الأطفال ولا النساء، ولنا في الانتفاضة الأولى عبرة وعظة مما حدث فيها وكم من الشهداء الذين سقطوا من الأطفال والمدنيين. وكما يبدو أن دائما إسرائيل طبقا لعقيدتهم وطبقا لقانون الحرب الخاص بهم أنه يستهدف الأطفال والمدنيين بهدف تقليل عدد الشعب الفلسطيني من أجل القضاء على القضية الفلسطينية. دائما ما يتخذ أي ذريعة في محاولة منه لتقليل العدد وتحقيق أكبر مكاسب من بالنسبة له من قتل المدنيين حتى يقول أمام شعبه أنه انتصر. وكلما زادت خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي كلما أوغل في القتل والتنكيل بالمدنيين. الجيش الإسرائيلي لا يعلن حتى الآن عن خسائره الحقيقية حتى الآن. ليس من الطبيعي أن يكون هناك تدمير، ولنقل ليس كما يقول المتحدث باسم القسام 260 مدرعة، احنا هنقول 110 مدرعة، يعني احنا هنقول النص، أقل من النص. 110 مدرعة ده عبارة عن لواء مدرع كامل، اللواء المدرع الدبابة الواحدة أو المدرعة الواحدة خمس أفراد. يبقى 110 فيها كام؟ 550 فرد. نسبة في الحروب نسبة القتلى إلى نسبة المصابين 1:3 إلى 1:4. ده المنطقي في جميع الحروب على مستوى العالم، نسبة القتلى للمصابين 1:3 1:4. فلنقل انها 1:4، يبقى اذا عدد قتلاه ليس 58 او 59 كما اعلن، بل ان قتلاه تجاوزوا في الفترة من بداية المعركة البرية تجاوز 150 فرد. فكلما زاد، يعني كلما اعلنت حماس عن استهداف لآليات، كلما اعلنت حماس عن قتل جنود، لو حضرتك تلاحظي ان هو بيستهدف المدنيين بصورة اكبر. بيحاول ان هو قدام شعبه انه يقول ان انا بنتصر، ان انا بحقق مكسب، ان انا بكسب ارض، ايا كان الضحايا. هو ما يهموش هنا الضحايا، حتى لو الضحايا من عنده، زي امبارح لما اتقال ان اتفقد الاتصال بمجموعة من حماس كانت تحرس اسيرين. هنا اسرائيل في عقيدتهم في سفر أشعياء إصحاح 20 بيقول كلمة واحدة، إن أنت لو عندك حد بالمعنى هيلوي دراعك، لا اكسر دراعك، يعني ممكن يقتل أسراك كلها في سبيل إن محدش يفرض عليه شروط. طب دكتور محمد، يمكن ربما يعني رغم اتباع سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية واستهداف النساء والأطفال، ولكن عدد كبير من المتابعين يرون أنه يعني رغم كل هذه البشاعة إلا أن إسرائيل لم تحقق انتصار حقيقي ملموس على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق باستهداف الأطفال. ما الذي يمثله الطفل الفلسطيني من تهديد للأمن القومي الإسرائيلي؟ ربما إن استهدفت إسرائيل عناصر من حماس أو عناصر من الفصائل الفلسطينية يكون الأمر منطقي في إطار الندية في هذه الحرب، مع اختلاف الإمكانيات طبعا فيما يتعلق بالأسلحة والعتاد، ولكن استهداف الأطفال وبشاعة هذه الكارثة الإنسانية وهي جريمة حرب بكل المقاييس وضد كل الأعراف الدولية. ونجد أن كما ذكرت في بداية الكلمات أن التحرك الدولي ليس على مستوى استهداف وقصف الأطفال. ناخد من الشق الأخير وهو التحرك الدولي. التحرك الدولي نلاحظ أن مجلس الأمن في الولايات المتحدة في بريطانيا دائما ما تستخدم الفيتو لحماية إسرائيل من خروج أي قرار ضدها أو أي قرار لصالح وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين أو حتى هدنة إنسانية. دائما ما أمريكا ما تقف بالمرصاد لهذا القرار حتى لا يخرج إلى النور. وإن كان حتى القرار الأخير الذي صدر من مجلس الأمن إذا رجعناه بشكل كامل نجد أنه قرار ظاهره وقف إطلاق النار، ولكن لفترة محددة مع الاعتراف فيه، وهو ما امتنعت أمريكا عن التصويت بسبب هذه الجملة، أن إسرائيل لها حق الدفاع الشرعي عن النفس. في الأخبار التي تداولت في الأيام الماضية أمس وأول أمس في بعض وكالات الأنباء العالمية، أن الاحتفال الذي كان موجودا والذي قالت إسرائيل أن حماس استهدفت مجموعة من المحتفلين، أعلنت إسرائيل رسميا أنه بالتحقيقات ثبت أن طائرة مروحية إسرائيلية هي من استهدفتهم. إذن كل الذرائع
التي تتذرع بها إسرائيل في سبيل التنكيل الذي يحدث أو في سبيل ما يقال أنها تهاجم من أجل الدفاع عن النفس أصبحت ذرائع واهية، ولنا في المستشفى الأندونيسي عبرة، ولنا في مستشفى الشفاء وما حدث فيها من عبرة، لم يجدوا أي شيء حتى الآن يدل على وجود قيادات لحماس أو مركز لقيادة كتائب القسام داخل المستشفى. حماس تستهدف الأطفال في رسالة إلى مقاتلي حماس، إن لم يتم تسليم إسرائيل تستهدف الأطفال، تستهدف الأطفال والنساء في رسالة إلى مقاتلي حماس، إن لم يتم تسليم الأسرى سأستمر في التنكيل وسأستمر في القتل وسأستمر، لأنه لا يوجد من يرضع إسرائيل، لأن الموقف الدولي كما تفضلت سيادتك وقلتي أن الموقف الدولي موقف مائع لا يرقى لمستوى الحدث. بس احنا بنتكلم يا فندم انه حتى يعني ايا كان عدد الاسرى او الرهائن الاسرائيليين مهما كان عددهم انت في المقابل بتبيد شعب باكمله، ففي خلل واضطراب كبير جدا في كيفية التعاطي والتعامل مع هذه الازمة من الناحية الانسانية. نعلم اننا لسنا في المدينة الفاضلة، ولكن نتحدث ايضا عن بشاعة من المفترض ان يكون هناك اجراءات ويعني خطوات جادة وفاعلة للتعامل مع هذه الكارثة المعقدة والتي تزداد تشابكا وصعوبة يوما بعد الآخر. بعد ظهور كم الأكاذيب التي بدأت تروجها إسرائيل عن كم الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال وقطع رؤوس الأطفال والتي لم يثبت حتى الآن، بسؤال المسؤولين الأمريكيين الذين قالوا أنهم لم يروا شيئا بل اعتمدوا الرواية الإسرائيلية، لا يوجد لإسرائيل حتى الآن ذريعة قوية تستطيع أن تقول أنها تستهدف الأطفال من أجل ما حدث يوم 7 أكتوبر. ولكن هناك مخطط كاملا يتم تنفيذه على الأرض من أجل إزاحة الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، تمهيدا لمخطط التهجير الذي تم وضعه من التسعينات. والمتذكر نتنياهو عندما وقف في الأمم المتحدة معه خريطة غير واضحة المعالم يقول أن هذه هي حدود إسرائيل وكان فيها قطاع غزة والضفة الغربية. إذن أين الفلسطينيين في ذلك في تلك الخريطة؟ لا وجود لهم. إذن المخطط الرئيسي الذي يتم به استهداف الأطفال والنساء هو مخطط للضغط على الفلسطينيين أنفسهم نحو النزوح إلى الأسفل، وبالتالي الضغط على مصر ومحاولة الدخول عبر معبر رفح بالعنوة، وهو الأمر الذي كان متنبه له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة. دائما ما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي خلوا بالكم على مصر يا مصريين. لو حضرتك تلاحظي ان الرئيس كرر الجملة دي اكتر من مرة على مدار سنين حكمه، خلوا بالكم من مصر يا مصريين. الرئيس كان يعلم ان هناك مخطط جاري تنفيذه من أجل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن. ولو حضرتك لاحظي أن بدأ في قصف في الضفة الغربية، صحيح، واقتحام لمخيم جنين وبدأ محاولات تنكيل. الأمر ليس فقط في قطاع غزة، امتد الأمر للضفة الغربية بطبيعة الأحوال، امتد الأمر إلى الضفة الغربية لمحاولة الضغط على الفلسطينيين لترحيلهم من الضفة الغربية إلى حدود الأردن وبالتالي الضغط على الأردن. ولو هنرجع للموقف العربي هنلاقي أن دائما من بداية الأزمة وأن الموقف الأردني والموقف المصري موقف موحد برفض التهجير القسري للفلسطينيين، صحيح، إلى أي دولة. إذن كان هناك رؤية مصرية سابقة لما حدث يوم 7 أكتوبر أن ذلك سوف يحدث، وبالتالي بدأت مصر الاستعداد مبكرا لذلك. وعندما حدث يوم 7 أكتوبر كان رد الفعل المصري ممثلا في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا أرفض مخطط التهجير، كلمة قاطعة، يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وقال لن نفرط في شبر من أرض مصر مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الإغراءات. إذن المخطط، صحيح، واضح، وما يحدث من استهداف مستشفيات واستهداف أطفال واستهداف نساء هو ضغط على الشعب الفلسطيني للنزوح نحو الجنوب.
دي حقيقة جزئية مهمة جدا يا فندم، ويعني اتصالا واتساقا بما ذكرته من كلمات أن الموقف المصري والتصريحات التي جاءت على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حازمة وحاسمة بشكل كبير بفكرة رفض النزوح الجماعي والتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية وأنه لا يوجد أرض بلا شعب، ولكن هذا في المقابل يعني لا يعني عدم الدعم المصري. هناك دعم مصري ومساندة مصرية كبيرة جدا جدا للقضية الفلسطينية، ليس فقط في إدخال المساعدات الإغاثية أو الدوائية أو العلاجية، ولكن أيضا على الأجندة المصرية ومن أولويات السياسة المصرية وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وهذه هي الأولوية التي تتصدر المشهد على الأجندة المصرية. نأخذ شق المساعدات في الأول. منذ بداية الأزمة وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي بتجهيز أكبر قافلة إغاثية في تاريخ مصر من أجل التوجه إلى قطاع غزة، ثم بعد ذلك توالت الجمعيات وتوالت المؤسسات، وكان آخرها صندوق تحيا مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي أمس، وقافلة ضخمة تتوجه إلى قطاع غزة. إذن مصر في شق المساعدات، يكفي أن نقول أن جميع دول العالم أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة تقدر ب3000 طن، بينما مصر وحدها أرسلت أكثر من 9000 طن. فمن يتحدث عن مصر ومن يقول افتحوا المعابر، يكفي أن نقول أن في 1100 شاحنة تم عبورها حتى أمس. يبقى فين المعابر المقفولة؟ مصر تبذل قصارى جهدها لمنع الإبادة الجماعية التي تستهدفها دولة إسرائيل لسكان قطاع غزة، وذلك عن طريق إرسال المساعدات، وعن طريق إرسال الإغاثات الطبية، وذلك عن طريق إرسال عن طريق الدعم السياسي، والذي تمثل في لقاءات الرئيس المتكررة بداية من بلينكن مرورا حتى أمس بأرسلة رئيس المفوضية الأوروبية. وكان إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته واضحة مع جميع المسؤولين الذين التقى بهم بضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة حماية المدنيين. مصر لا تدخر جهدا في سبيل حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، مصر لا تدخر جهدا من أجل وقف إطلاق النار ولو حتى لهدنة إنسانية، حتى نستطيع إغاثة المدنيين من الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات. يكفي أن نقول أن من ضغط مع الإدارة الأمريكية لإدخال كميات الوقود التي دخلت أمس وأول أمس هي الإدارة المصرية، ممثلة في المخابرات العامة المصرية التي كان لها دور كبير جدا في الضغط مع الإدارة الأمريكية حتى نستطيع إدخال الوقود من أجل تشغيل محطات المياه، من أجل تشغيل الاتصالات والإنترنت، من أجل تشغيل المستشفيات. فمن ينكر دور مصر في هذه الأزمة هو جاحد ولا يرى شيئا. مصر هي الدولة التي على عاتقها العبء الأكبر منذ بداية الأزمة الفلسطينية في سنة 1948، من تضحية بشهداء وتضحية بسلاح ومحاولة حل القضية الفلسطينية مرورا بمؤتمر أوسلو حتى وصلنا إلى اليوم، ومصر تحاول حقن دماء الفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين. لأن الحقيقة القضية الفلسطينية يعني هي قضية استثنائية وتختلف عن باقي القضايا العربية. ربما يتحدث البعض عن استضافة مصر لأهالينا من سوريا، أهالينا من ليبيا، أهالينا من اليمن، أهالينا من السودان، يعني فالبعض يتساءل لماذا لا تستضيف مصر أهالينا من فلسطين. وهنا الأمر مختلف، لأنه القضية الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية جانب، وما يحدث في الأوطان العربية من صراعات داخلية أو حروب أهلية تأخذ منحة أو مسار أو ملامح مختلفة عن القضية الفلسطينية. زي ما حضرتك قلتي، هل سمعنا أن هناك دولة تحاول احتلال سوريا؟ لا، كان هناك صراع داخلي. ليبيا نفس الكلام، كان هناك صراع داخلي. فبالتالي النزوح أو الهجرة المؤقتة للسوريين أو الليبيين أو السودانيين من منطقة صراع بين نفس أبناء الوطن الواحد هو نزوح مؤقت. ولكن إذا كان الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية هو محاولة إخلاء الدولة الفلسطينية من سكانها، فإذا ارتضت مصر أو أي دولة أخرى بقبول الفلسطينيين وتم إخلاء الأرض من سكانها الأصليين، إذن لا توجد قضية فلسطينية. لا نستطيع على ماذا نتفاوض؟ هنتفاوض على إيه؟ حل الدولتين في إيه؟ فين الشعب اللي احنا هنتفاوض عشانه؟
مش مفيش شعب. وبالتالي الرئيس كان واضحا في هذه الجمله تحديدا فيما يتعلق بتصفيه القضيه الفلسطينيه. تمام. طب يعني بخلاف المساعدات الانسانيه والاغاثيه والدوائيه والعلاجيه المصريه لاهالينا في فلسطين، ومصر دائما ما تقوم بهذا الدور ليس من باب المن او تفضله، لكن هذه هي العقيده والنهج المصري. مصر كانت وما زالت مهمومه بالقضايا العربيه بشكل عام القضية الفلسطينية بشكل خاص. هذا جانب. هناك جانب آخر أو تطور آخر فيما يتعلق باستضافة أو استقبال مصر لعدد من الأطفال المبتسرين أو الأطفال حديثي الولادة لعلاجهم في المستشفيات المصرية. وقبل كان الطفل الفلسطيني الذي وجه يعني مناشدة لأسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الله قحيل وطلب منه أن يعالج في المستشفيات المصرية. وبالفعل وصل أمس الطفل عبد الله القحيل وبدأ علاجه في مستشفيات مصر. مصر دائما ما تولي اهتماما بالأطفال، لا يمكن أن نرى مصابا عربيا لشعار سيادة الرئيس مسافة السكة. دائما الرئيس ما يقول هذه الجملة مسافة السكة. لا يمكن أن نرى في ظل تدهور الأوضاع الصحية البالغة داخل قطاع غزة من قصف مستشفيات وتدمير مستشفيات ومنع الوقود عن المستشفيات ومنع وصول الأدوية، لدرجة أن مدير مستشفى الشفاء كان يقول أنه يجري عمليات جراحية لبتر بدون تخدير الأونروا لا تستطيع. وهنا مشكلة. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. بالضبط. هنا مشكلة. إزاي منظمة دولية مش قادرة تفرض قرارها على دولة؟ إزاي منظمة تابعة للأمم المتحدة لا تستطيع إيصال مساعدات طبية لمستشفيات؟ هذا مخالف لكل قوانين الحروب واتفاقية جنيف وكل الشرائع السماوية وكل ما ورد في القوانين الدولية، لأن استهداف المستشفيات هو جريمة حرب بشكل مباشر. المستشفيات والمدارس. أمس أول أمس كان هناك استهداف لمدرستين وكان هناك 200 شهيد، وهي مدارس الأمر وأيضا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين. إذن الاستهداف هنا ممنهج. إسرائيل لا تستطيع تحقيق نصر على الأرض، فتحاول دائما كل ما تدخل على الأرض يكون في خسائر. صحيح. فإذن الحل الوحيد هو محاولة الضغط على الشعب الفلسطيني للنزوح. طيب ايه الحل ان انا اعمله؟ ان انا اقصف جوي، احقق صحيح. اكبر نسبة قتل في صفوف المدنيين والاطفال والنساء، وبالتالي اللي لسه باقي على قيد الحياة هيحاول يهرب بحياته، فبالتالي يتوجه ناحية الجنوب لحد ما يكون هناك عدد كبير جدا يشكل ضغط على الدولة المصرية في محاولة النزوح ناحية مصر. هذا صحيح، لان كان ليها تجارب قبل كده في الدخول بري، وبالتالي يعني تكبدت خسائر عدة، لكن طول ما في سيطرة للأسف على السماء الفلسطينية، وبالتالي يعني القصف والاباده مهمه سهله، ومن هم على الارض يعني لا يستطيعون بطبيعه الاحوال يعني بحكم المنطق والتكنيك والاستراتيجيه ان هم يواجهوا هذا القصف الجوي. استاذه امل، دعينا نقول جمله في القوانين العسكريه في جميع دول العالم: المدن مقبره الجيوش. المدن مقبره الجيوش. الجيوش النظاميه غير مدربه على حرب الشوارع ولا على حرب المدن. صحيح. الجيوش النظامية مدربة على مواجهة جيش أمام جيش. ولكن إذا دخلنا في حرب شوارع، وهنرجع بقى لسنة 56 لما حصل العدوان الثلاثي على مصر، وبدأ الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي يخشوا شوارع بورسعيد. صحيح. كم الخسائر كان شكلها إيه؟ صحيح. مع العلم إن ده الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي. لكن حضرتك المدن مقبرة الجيوش. فما بال حضرتك بغزة اللي تحتها 1000 كيلو أنفاق، 1000 كيلو أنفاق، وده باعتراف حماس نفسها. 1000 كيلو أنفاق. فحضرتك داخل في شارع أنت مش عارف هو يطلع لك من إيه. صحيح. فبالتالي الخسائر البرية عند إسرائيل يكفينا إن إحنا نقول إن هم بدأوا يدخلوا في الخدمة المركبة 3. هم أول ما بدأوا بري كانوا شغالين بالمركبة 4. ودي أحدث دبابة عند إسرائيل، المركبة 4. لكن مع كمية الخسائر اللي حصلت في المركبة 4 بدأت تعوضها بالدبابات اللي كانت مكهنه اللي هي المركبه 3. يبقى كم الخسائر عندها شكلها ايه؟ ان انا النهارده خلاص انا عندي اللواءات المدرعه اللي داخله بدات افقد منها كميات كبيره. طيب هضخ تاني مركبه 4؟ طب المركبه 4 بكام؟ والمركبه 3 بكام؟ خسائري في المركبه 4 ايه؟ خسائري في المركبه 3 ايه؟
فهو بدأ دلوقتي يضخ او يزود قواته بالمركبة 3، ودي مكهنة، يعني دبابات مكهنة لم تعد في الخدمة في الجيش الإسرائيلي او جيش الاحتلال. فبالتالي نظرا لكم الخسائر اللي تعرض لها الجيش الإسرائيلي بريا بريا، دائما ما يدخل يتعرض لخسائر تنسحب القوات البرية يضرب جوي، ويضرب جوي في مين؟ يضرب جوي في مدنيين. في قاعدة تانية برضو في الحروب بيقول حضرتك ان في الاشتباك، قواعد الاشتباك، ان اذا دخلت بري وكان هناك اشتباك بين جيش ومقاتلين او جيش وجيش يحيد الطيران تماما.